ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء من أجمع الأدعية للخير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه، وجاء في الحديث أنه كان أكثر دعائه، وكان أنس رضي الله عنه إذا دعا بدعاء جعله معه. قال الحسن: الحسنة في الدنيا العلم والعبادة، وفي الآخرة الجنة. وقال سفيان: الحسنه في الدنيا العلم والرزق الطيب وفي الاخره الجنه فالزم هذا الدعاء وداوم عليه فانه يجمع لك خير الدنيا والاخره